شهادة الإرادة وأنا تندب المبارك وتوجيه التابعين التربية والتكوين وأشتغل مبارك كتابية بنجاح وتفوق وأثناء المرحلة الشفوية أجيب على جميع الأسئلة المطروحة بشكل جيد باعتراف اللجنة، لكن في آخر المطاف يتم إقصائي نظرا للإعاقة التي أعتبرها نعمة من الله ولا تشكل لي أي عائق. يمكن عدة الوظائف التي يمكنني أن أعطي فيها بفعالية كبيرة ومردودية جيدة، مثلا داخل إدارة شؤون إدارية، مثلا العمل في إطار داخل إطار مجموعة العمل والتواصل مع الآخرين بشكل فعال لأنني داخل المجتمع المدني لا أجد أي صعوبة في التأقلم مع الآخر بمختلف السياقات.